توجد هنالك حواجز، حواجز نفسية تمنع من الزواج. وأهم هذه الحواجز قبل 1000 سنة وفي هذا اليوم وربما بعد 1000 سنة أيضا، أهم الحواجز التي تمنع من الزواج مشكلة الفقر. الكل يقول أنا ما أقدر، الكل يقول ما أتمكن، يجب أن أؤمن معيشة لزوجتي، أنا ما أقدر، أحتاج إلى مهر، ما أتمكن، أحتاج إلى بيت، ما عندي. القرآن الكريم يتطرق إلى هذا الحاجز النفسي ويقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كيف؟ أولا، الإنسان الذي لا يشعر بالمسؤولية ماكو داعي يتحرك، أنت وحدك لا تشعر بمسؤولية عن زوجة عن أولاد، ماكو داعي للحركة، ماكو مبرر للحركة. أما إذا واحد تزوج، الآن اختلف عن قبل، الآن عنده شخصية اجتماعية، الآن يشعر بالمسؤولية، بالليل عندما يجي للبيت ما يمكن أن يأتي بيد خالية، هذا مو عذر، الزوجة تطالبه، أهل الزوجة يطالبوه، أبوه أمه يطالبوه، أولاده يطالبوه، المجتمع يطالبه. هذا اختلف عن اللي كان قبل، هذا الآن عنده شخصية اجتماعية، هذا عنده مسؤولية. فهذا الشعور بالمسؤولية يدفعه إلى أن يطرق جميع الأبواب ويخطط ويفكر حتى يصل إلى الرزق الحلال. هذا أولا. ثانيا، الإنسان المتزوج تتجه نحوه العواطف الاجتماعية. أنت عندك ابن مو متزوج ما تنفق عليه، ولكن إذا تزوج هذا الولد تثار عاطفتك نحوه، الأب، الأم، الأقرباء، المجتمع تستثار عاطفتهم نحو هذا البيت الجديد فيدعمون هذا البيت الجديد. اثنين. ثالثا، اليد العاملة الواحدة إذا انفصلت عن يد عاملة ثانية الإنتاج يكون قليل. الآن الاقتصاد العالمي يبتني على هذا الشيء، رجل عنده ثروة له إنتاج محدد، رجل ثاني عنده ثروة له إنتاج محدد، ولكن إذا اجتمعت هاتان الثروتان واجتمعت هاتان اليدان الإنتاج يتضاعف. يد عاملة ويد عاملة، إذا اجتمعت هاتان اليدان العاملتان، الزوجات قديما كلهن كانوا أو كثير منهم كانوا يعملون، كانوا يعملون في البيت، مو عيب، كانوا يخيطون في البيت، كانوا يعملون، يتاجرون. إذا اجتمعت هاتان اليدان العاملتان، يد الرجل ويد المرأة، يكون الإنتاج مضاعفا. هذا ثالثا. ورابعا ولعله الأهم،
الوعد الإلهي إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذا تاجر من التجار يقول لك أنا أتكفل مصارفك، تثق به أو لا؟ تاجر أمين صدوق. الله سبحانه وتعالى يعد ويقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ولا يثق الإنسان بهذا الوعد. الإنسان يظل دائما يخاف الفقر، هذا يعبر عن ضعف الإيمان بالله. الله الآن 40 عام 50 عام 80 عام أنعم علينا، ما ليلة من الليالي متنا من الجوع، بتنا جائعين. الإنسان كل ليلة يفكر أنه كيف، وما هو المستقبل، ومن أين؟ الله اللي مشاك إلى هذا اليوم يمشيك في المستقبل أيضا. لذلك في الحديث من ترك التزويج مخافة عيله فقد أساء الظن بالله. هذا ما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى.